نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي سموسك بالرز واللبن. ومقادير البودينج أو الرز بلبن هيكون 1 عود قرفة، 2 كوب مية، 1 كوب رز، 2 كوب لبن، 1/2 كوب سكر، 1/4 معلقة صغيرة ملح، 1 معلقة صغيرة قرفة. وبالنسبة للسموسك هيكون عندنا باكت جلاش وزيت للقلي وسكر بودرة للتزيين. هنبتدي بالرز، هنحط المية وعود القرفة وهنستنى المية لما تغلي، وبعد كده هنحط الرز. اوكي، هحط الرز على طول دلوقتي علشان الوقت، وطبعا هنسيبه لحد يغلي وبعد كده يستوي على نار متوسطة، وبعدين هناخد الرز ده وهنصفيه من المية اللي هتفضل، وهيكون عندنا الرز بالشكل ده. كل اللي فيه نكهة عود القرفة اللي حطيناه فيها، غير انه بقى تقريبا يعني نص سوا، اكتر شوية من نص سوا. وهنحطه في حلة تانية نضيفة، وهنحط معاه اللبن، السكر، رشة الملح والقرفة. ونحطه على النار وهنسيبه لحد ما يستوي على الآخر، وكمان مش عايزين يفضل لبن كتير فيه، عايزين ننشفه شوية، يعني هنسيبه على نار هادية لمدة طويلة شوية علشان لما نحشي بيه الجلاش ما يبلش الجلاش وما يبقاش حلو. احنا عايزين الجلاش بعد ما يتحمر يفضل مقرمش، فلازم الرز ما يبقاش فيه مية كتير. اوكي، والرز بعد ما يخلص هيكون بالشكل ده، بلون القرفة اللي حطيناها فيها. ودلوقتي نجيب الجلاش وهناخد كل ورقة جلاش هنطويها كده على 4، وهنحط معلقة من الرز بلبن، ونقفلها بنفس الطريقة اللي بنقفل بيها السمبوسة. نعمل واحدة كمان. هنقفل الجلاش على 4 ونحط معلقة رز بلبن طبعا هنكمل الكمية كلها لحد ما نخلص الجلاش والرز اللي عندنا. ودلوقتي نجيب السمبوسك ونقليه في الزيت.
ممكن نعمله في الفرن لو حد مش عايز يقليه، بس لازم ندهن الجلاش، كل طبقة من الجلاش لازم ندهنها بالزبدة أو السمنة قبل ما ندخله الفرن علشان ما ينشفش ويطلع حلو. لكن لو قليناه في الزيت مش محتاجين ندهنه بالزبدة. ونطلع السمبوسك بعد ما تقلع. ونحطه في طبق التقديم. ونرش عليه شو سكر بودرة، أو اللي يحب يحطه في شربات ممكن برضو.